اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. احنا معاكم من اسكندريه، واحنا دلوقتي في اقدم ورشه لصناعه ماكينات الفلافل بالاسكندريه، واللي يعود عمرها الاكثر من 60 سنه. اهلا بك. اهلا بك. عرفنا بنفسك كده. والله انا اسمي هشام خميس. المهنة دي متورثة من الأهل. من كم سنة مثلا كده؟ المهنة متورثة من الأهل، يعني والدي جه هنا في سنة 50، فأنا من والدي أصلا 63، متورث من والدي. احكي لنا بقى، تبدأ إزاي الصناعة فيها؟ الصناعة دي أصلا لازم تخدمها، لازم تراعي ربنا فيها قبل كل شيء، عشان ربنا يرزقك. ربنا يرزقك باحسن منها كمان. هي انتوا بتجيبوا الحجر بيجي ازاي؟ يعني قول لنا، احكي لنا. الحجر ده اصلا بيجي من اسوان. من اسوان؟ بيتقطع جبال، بيقطع لوكك كبيره. وبينزل سيد عيشة يتفتح، وبينزل لنا بعد كده هو بيشتغلوا فيه. وانتوا بتعملوا فيه؟ بنعمل الشاسيه بتاعه وبنجهزها على الشغل بتاعها. بس مشكله النهارده دخل فيها 30 واحد، 1000 واحد شغالين في الشغلانه دي، بس كله ما عندوش جرايه ايه الخلفيه اللي جوه الحجر. اكيد بعد خبره السنين دي كلها. أيوة. انتوا يعني بقيتوا متخصصين فيها. ده اهم شيء. ايه بتراعي ربنا فيها قبل كل شيء. النهارده يعني ممكن تقول ما كنتش بتكلمها مش هتديك وشها نهائي. بعد ما يخلص انتهاء يعني حفر الحجر بيتم ايه تاني؟ بيتم بقى شغل بتاعها، الميكانيكا بتاعتها. بتبقى عباره عن ايه الميكانيكا؟ الميكانيكا دي بتعتبر روبوتس. تاخد بالك؟ النهارده كل اللي شغالين مواتير الومنيا. بشتغل سلك نحاس. سلك نحاس. ليه بقى بتركبوها ازاي؟ الراس اللي فوق ده حضرتك بتبقى متحركه، سبيل لو كهرباء اتقطعت يقدر يشتغل بايديه، يفور العجينه اللي هي موجوده في الحجر. يعني هنا بتحطوا جزء ميكانيكي حديد. ده اساسي. بعد كده لكن الحاجات دي ما تطلعش في الـ لا، ده بياخد يعني معلش اتعملت عليها دراسات كليه الزراعه سنه 90، واخد بالك؟ النسبه اللي بتطلع منها 1 من 10، واحد من 100. فحتى اخترعنا ان احنا نعمله على عمليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الحجر دوت، هو بيبرد نفسه بنفسه. عمليه تبريد اوتوماتيك كده لحضرتك طبيعيه. رباني دي. اما بالنسبه ان انت تعملها على تبريد مش هتديك نفس الكفاءه بتاعت الحجر دوت. بقالكوا كام سنه في المهنه دي؟ يعني يقول من سنة، أنا بالنسبة لي أنا من والدي 63، يعني بدأت الشغل مع والدي إن هو بعد ما خلصت ثانوية عامة، يعني في سنة 80 82 كده هو بدأت أنتظم مع والدي. شغلكم يعني بتصدروه ولا بيبقى محلي بس؟ والله في ناس بتيجي من بره برضو، اللي بيبقوا مصريين، اللي من أمريكا، اللي من أستراليا، اللي من الكويت، اللي من السعودية، اللي من دبي. الحمد لله يعني اللي بيشوف حته من شغلي بيسال مين اللي عاملها. بالخبره طبعا. بيسال، لان لو هي عند زبون تعبان مش هيجيلها. هيقول له لا ما تروحلوش. فالحمد لله شغلنا متواجد في كل حته ان شاء الله. الاجزاء اللي انت بتدخلها الميكانيكيه بتبقى عباره عن ايه؟ الاكس ده بيتاخد طبعا، ده عمود قطره 70 او 80 او 90، بيتخرط من الاول للاخر، وفي منه بيتعمل استلس. بس الاستلس مشكلته حاجه واحده، ان بيعمل سخونيه. هو حلو بس مشكلته ان هو بيعمل سخونيه. دي بتبقى مواتير ولا كرونات قديمه بتاعت عربيات؟ لا دي بتاعت كراين عربيات، حل العربيه بتبقى اصلا ساقطه خالص. واخد بالك؟ بس اهم شيء بيبقى فيها ونه. الونه دي ما بتطلعش في السرعه بتاعت الموتور ال 1400 دي. اما في العربيه بتاخد اكتر من كده، فبتبان فيها الونه بتاعتها.
احنا بالنسبه لنا في مكنه الفلافل ما تنامش الورنه دي، ما تسمع لها الصوت نهائي، حتى وهي شغاله بالفول بتاعها ما تسمع لها الصوت. لها الصوت خالص. بيتحط لها الكف بتاع الفلافل. بيتحط كف بتاع الفلافل. بيتحط كف. طب هي صنعت من الحجر الاسواني ده ليه؟ ايام زمان كانوا ما شاء الله رجاله كانت بصحتها، يعني في سنة يعني والدي كان بيحكي لي، بيقول لي سنة 40 كانوا بيجيبوا، كان بيشوفهم بيشتغلوا بالحديدة ونفس الحجر دوت واشتغلوها يدوي. هو اللي بدأ ان هو يطور الشغلانة دي ويعملها على نظام ايه؟ مطور. الله يرحمه، هو اللي بدأ الفكرة. فاحنا النهارده كل فتره كل 5 6 سنين بنطور في الشغل بتاعنا. وجدد. بنطور فيها ياما. ولسه في تصدير بتصدره من في دول بتطلبها؟ والله قبل كده صدرت في امريكا واستراليا والكويت والسعوديه، يعني في مطاعم مصريين هناك ما شاء الله. الله اكبر يعني. مكان الفلافل لا لا الله اكبر هناك. وبعدين هناك يعني ميزه، هناك عندهم تشكيله كمان في الفلافلايه، مش الفلافل بتاعتنا بس هنا هو بس، لا ده هناك بيشكل الفلافلايه زي ما عايزها، بالبيض عايزها، بحمص الشام، يعني في شغل عالي جدا. قول لنا البلاد اللي انت سفرت لها شغل او وردت لها شغل مكان فلافل. بالنسبه للدول العربيه عندك السعوديه والكويت والامارات وقطر ودبي. والدول الأجنبية؟ الدول الأجنبية وديت استراليا وأمريكا. استراليا وأمريكا. أمريكا بالذات يعني دول سبحان الله، يعني بقى طلب مخصوص لهم دول. بتعملوا ده ايه دلوقتي حنين؟ والله انا بعمل الشفه دي عشان الشفه دي اتطبقت من الصناعيه، فبعمل له شفه ثانيه. والسلس ده بالذات لازم تشتغل فيه بالراحه، ما تاخدوش مره واحده تتني شفه، لازم تتعامل معاه واحده واحده. ما تعملش بيه بقوه، بحنيه. في مكان تقشير البطاطس ده خلاص طول، دي مكان تقشير البطاطس بتنضفها. دي البشره متصايه عشان ما تتبهدل. اقطع ولا ايه؟